الله لا اله الا اسعد الله اوقاتكم متابعي متابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من تماره نواحي الرباط. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد هذا اللي كان امام جامع وكان كيتخلص 1500 درهم، لكن من بعد التقاعد ديالو ولا كيتخلص 800 درهم، لكن مع الاسف انه مرض وتقطعت له الرجل الاولى والرجل الثانيه، وغادي نسمعوا القصه ديالو مع العائله ديالو ومع هو كذلك. سي احمد مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو لان كتستحق انها تبارطاجا هذه القصه هذه او هذه المساعده. مره اخرى سي احمد مرحبا بك معنا. سي احمد قول لنا شنو وقع لك، تفضل. ما عندي المرض. نعم سيدي. قلت لي عندي المرض الرجال المقطوعه. نعم. وغيعاودوا لي الثانيه. نعم. وما عندي من سخن من بر. نعم. وتردت السكريرات ودرت الراريات. نعم. وتنمشي نخلص ما تنسيبش نخلص. سي احمد سمحي نقاطعك. نعم. كيفاش وقتاش وصلك او وقتاش وليتي كتعاني من هذا المرض؟ وكنشوف انك حتى عينيك. العيني مشاو. مشاو. مؤخرا. داكور. كيف ما كتابعوا من المتابعين الافاضل حتى العينين ما بقاش كيشوف بهم. سي احمد عاود لنا القصه ديالك من الاول، كيفاش بداك المرض، كيفاش وقع لك؟ بدا لي من السكريه. من السكر؟ اي الاول. في الاول بداك من السكر. أيه. كنت الحمد لله كما كنقولوا صحه سلامه ياك اسيدي نبيوله. أيه. من بعد شحال تقريبا من عام؟ ماشي 10 سنين. هذو 10 سنين دابا في عمرك 67 سنه. اييه. نعم. انت اب لي ثلاث ديال الوليدات. عندي ثلاثه. الله يخليهم لك اسيدي صغار. اييه. نعم. سي احمد قول لنا كيفاش بداك المرض، عاود لي من الاول. كنتي امام جامع، كانت الامور ديالك مزيانه. اييه كانت ملي كنت في الجامع كان عندي الامور مزيانه. نعم. ولكن شويه صافي وباي الله تعالى وباي ابتلاني بل قطعت الاولى قطعت الثانيه فاني بغيت قطعوا لي فاني وما عندي ما نسخن ما نبرد الغالب الله. نعم. واخا سيدي غادي نتكلم مع احد الاقارب ديالو مع العائله ديالو اللي بغات تتكلم وبغات تهضر على السي احمد. السي احمد اللي ولا صباح كان امام مسجد، اليوم كما كنشاهدوا فيه صباح مكفوف وايضا صباح مقطوع علينا الرجلين ديالو بجوج. مع الاسف ولات حالته مستهوره، ولكن الحمد لله كيف ما كنشاهدوا فيه انه عنده الحمد لله ابتسامه وعنده شجاعه وعنده ايمان قوي الحمد لله. مرحبا بك لاله معنا في هذا البث المباشر. خليه عنده يخليه انا راه ياكم. ارفع الصوت ديالك. مرحبا بك لاله معنا في هذا البث المباشر ومرحبا كل اللي التحقوا بنا الان. لاله عاود لنا القصه ديال السي احمد، انت من احد الاقارب ديالو. اي انا مرت خوه. مرت خوه. شكرا لكم وشكرا للجميع. نعم لا مرحبا هذا واجب. مرحبا يا المحسنين المحسنين اللي كانوا كيسمعونا. نعم. هذا لوسي. نعم. دابا كان امام ديال الجامع. نعم لا ملي بدا مسكين هذا المرض قطع رجل الاولى صافي خلاو ليه صافي مرض ديال السكر. بدا مرض السكر قطعوا له رجل ما بقاش يصلي بالناس صافي. نعم. حبسوه. حبسوه. خلاو ليه 16000 ريال. 16000 ريال ما عندها ما دير. ما عندها ما دير. ثلاثة الوليدات، السكنة ما كايناش، الحالة ضعيفة. نعم. ربي اللي معاه. جا عاوتاني هاد العام ضربت لي رجيله الاخرى. نعم. حيدوا لي المشطيه دابا ديال رجلو اللي هما اللي تابع كنقولوا حنايا. هما الصبعه المشطيه هما اللي الصبعه. خلاو لي غير القدم. نعم. ملي خلاو لي القدم ما نجحتش لي العمليه. الا نعم. عاوتاني غترجع غتحيد رجل اخرى بحال الركبه الاخرى غتقادهم. نعم. غتبقى لك غير ركابي دابا. نعم. ما كيشوفش ما كاين مسكين ما بقاش يسمع مزيان ما بقاش عنده الصحه عنده القلب عندوش اللي خدم عليه ما عندوش اللي لا حنين لا رحين لا سكنه لا اللي يعطيه حتى شي 100 درهم ما كاينش اللي يعطيه عليه. نعم. دابا كيطلب من المحسنين هما يعاونوه يشوفوا بوجه الله. نعم. الله يكثر خيرهم اللي عطى شي حاجه لله واللي عطى شي حاجه غيلقاها قدامه لهذا السيد راه لا حنين لا رحين سوى الله. حتى المراه اللي كانت تخدم عليه في البلديه ملي تقطعت الرجل الاولى راه هي شدات الركنه معاه. لان مقبلاه ما كاينش اللي مقبلاه ما كاينش اللي قبله. نعم. الوليدات الصغار باقيين تيقراو والو ما بغاوش يخرجوا من المدرسه مساكن قاريين ما بغاوش يخرجوا يخدموا باقيين صغيرين بزاف. واحد يلاه عنده بيت الاول. نعم. لا اللي يشري لهم الكتوبه لا اللي يديهم المدرسه ترانسبور ما عندهمش باش يخلصوه. الوليد تيخرج من المدرسه ويجي عند مول القهوه باش يعطيه 50 درهم قسمو يمين قسمو يمين باش كيخلص ترانسبور.
باش يقرا، ما عندوش والو مسكين. حنا الا رحنا نشوفوا الحاله تاعها مرويه. واحد 19 والبنت 18. والوليد صغير؟ الولد صغير 6 سنين. نعم. اسمح لي غادي مباشره نتكلم مع احد الاقارب ديالو تاعي، واحد السيده اللي هي فايت الخير، وبغات تكلم على السي احمد ولي اللي اتصلت بنا وكانت كتلح اننا نجيو عند السي احمد ونشوفوا، لان كتقول الحاله ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الفضيل انها حاله اللي ارسلها حاله اللي كتستحق ان الناس يساعدوها. مرحبا بك لاله معنا في هذا البث المباشر. لاله عاودي لنا، كنتي انتي عندك واحد الالحاح واتصلتي بنا شحال من مره وقلتي ضروري. نعم صب، انا اتصلت بكم حيت شفت الحاله ديالو. نعم. انا كنشوفو كل نهار وكنتالم. نعم. كتشوف الانسان قاطع الرجل الاولى وقاطع الرجل الثانيه وعنده خطا طبي فيها، خاصو يعاودو المرض كيطلع ليه، المرض كيطلع ليه وما كاين لا حنين لا رحيم. حتى شي حد ما كيمشي كيقولوا ليه كاين اضراب، كيمشي حق الطبيب ما كاينش، كيمشي شكون غيشوف حاله هذا السيد؟ القلب ديالو ضعيف، العمليه الاولى بزز باش انه بدات شويه كتجمع ليه رجله وباقي فيها المرض. فين غيوصل ليه هذا المرض؟ العينين ما كاينينش، العروق مخنوقين، الفلوس والو، الوليدات ديالو مساكن متشردين، المراه ديالو جات خلات الخدمه ديالو جات باش تقابلوا معنا هنا بحكم ان هذا الباصه قريبه للسبيطار ديالو، هما ساكنين في المغشوش، الدار ديالو مريبوها، عاطيهم سيد حيوطه مطلعينهم دايرين فيهم قصدار الكوزينه، حاشاك الطوالات كيمشيو عند الجيران ما عندهمش. نعم. الدري عنده 6 سنين مخليها عند الجيران. الوليدات كيقراو في الباكالوريا واش يخليو الباك ديالهم، ولاو كيبغيو يخرجوا من الخدمه من القرايه باش يمشيو يخدموا، حابسينهم بزز. الولد ديالو كيخرج من الخدمه وكيمشي يخدم سبت واحد 50 درهم باش كيخلص بها الترونسبور ديالو. نعم. وعاد راك عارف المجال القراوي كيفاش داير، يعني هما ساكن غير في فيلاج. نعم. 16 فريش غدير لك المعيشه غلات، انت كيف ما كتشوف الغلاف الاسعار كاملين، واش غير الزيت بوحدو 100 درهم 16 فريش غدير لك الراديوات السكانيرات دابا اللي كيعطيو كلشي خصو يديرو برا، البريزون شارج ما كاينش، ترونسبور اش غدير لك 16 فريش؟ نعم. وخصوصا انه عائله، انه هو عنده عائله خمسه الافراد. المراه ديالو اللي نقطع الرجل الاولى كانت شويه كتعاون، ولكن دابا شكون غيقابلو؟ يعني ما كاينش اللي يقابلو، ما كاينش اللي يقابلو. نعم. انت شي اضافه اخرى؟ لا نتمنى الا كاين شي محسن يعاونو ويشوفو من حالو، راه السيد في حاله لا يرثى لها وما يقدرش انه يزيد يتحمل مازال باش يتسنى انه يديروا ليه العمليه اخرى، خاصهم يبطروا به، راه الرجل كتقطر. نعم. راه الرجل كتقطر والفلوس ما كاينينش. الله يرحم ليكم الوالدين الا ما حنوا في هذا السيد. نعم. سي احمد قبيله كنتي كنتكلم انا وياك وقلت لي واش نقرا شي شويه ديال القران يا كسيدي؟ اييه مرحبا، انا غادي نقول لك قرا سي القران وتكون ان شاء الله الناس المتابعين. تفضل. ان شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بل لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا بنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كيف ما تعرفوا معنا المتابعين الأفاضل، هذا السي أحمد اللي كيبلغ العمر ديالو 67 سنة، اللي كان إمام مسجد وكان كيتخلص الراتب ديالو الشهري كان 1500 درهم من بعد ما خرج، من بعد ما مرض وخرجوه.
مع الاسف ولات الراتب ديالو الشهري هو 800 درهم. من بعد مرض بالسكر وقالوا انه يقطع رجليه الاولى، ومن بعد قطع الاصابع ديالو، مازال انه مقبل على عمليه اخرى اللي محتاج فيها الناس اللي يساعدوه، محتاج ان قلوب الرحيمه سواء داخل المغرب او خارج المغرب او الجمعيات او اطباء اللي يقدروا يساعدوا هذا السيد، لان مازال عنده واحد ثلاثه الوليدات اللي هما باقين في الحضانه ديالو، باقين صغار كيف ما سمعتوا، كيف ما سمعتوا معنا متابعين من العائله ديالو اللي كتشاهدوا من عند الاقارب ديالو، انهم كيقولوا حنايا راه ما السيد راه ما عندوش، وحتى المكان اللي كنتواجدوا فيه راه ماشي المكان ديالو، حنايا راه السيد باش يصور عندنا جبناه لهذا المكان هذا. ف كنتمنى من جميع المتابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب، وايضا المحسنين داخل المغرب وخارج المغرب، انهم يساعدوا هذا السيد. والرقم ديالو هو كالتالي، غادي نقول لكم اللي هو ايضا كاين الرقم ديالو في صندوق الوصف، وغادي نقول لكم الرقم ديالو اللي هو 06 11 28 07 72، وهذا الرقم 07 11 28 07 72. والله لا يدع اجر المحسنين. فشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء، وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو وما تنساوش، والى اللقاء.